الشباب رواد المستقبل تحت هذا العنوان. أقام قسم التعاون في الاتحاد الأوروبي جلسة حوارية لمجموعة من الشباب الذين تلقوا تدريب على كيفية التعامل في القطاع الخاص بدلا من الاعتماد على الوظائف الحكومية. So today was for us very much the start of a conversation with you. والاتحاد الأوروبي يسعى إلى دعم المشاريع الصغيرة والأعمال الريادية وتدعيم دور الشباب في بناء المستقبل العراقي. أهمية اليوم هو أن الشباب عم يفتح حوار، ووجود الوزير كان يعطي إضافة لأنه وزير الشباب والرياضة، بس كمان أيضا وجود الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اللي هي مانحة وجودها هون لتقدر تشوف كيف يستفيد الشباب العراقي. وزير الشباب الذي كان حاضرا في هذه الجلسة أكد أن حث الشباب على العمل في القطاع الخاص بدلا من الاتكال على الوظائف نهج اتبعته الحكومة بعد إدخال الشباب دورات عن كيفية اختيار المشروع وإدارته، وبعدها يزود كل شاب بمبلغ لأجل العمل في القطاع الخاص. مهمة جدا هذه المناسبات بالحقيقة لفهم أكثر ما يدور في خلج الشباب من تحديات ومن طموح يرون في أنفسهم أن يتقدموا في حياتهم بشكل أفضل ويدعموا وضعهم الاقتصادي، بالنتيجة يدعموا وضع البلد الاقتصادي. بعض من المشاركين في ورش العمل الذي أقامها الاتحاد الأوروبي في العراق وجدوا استفادة من تجربة الاتحاد في مجال العمل في القطاع الخاص. دورات الجي آي زد اللي استفادينا احنا ورا ما أخذنا سابي، حاولنا أنه نقدم مشاريعنا وأنه يعني نطورها وأنه نخليها حقيقة على أرض الواقع، لكن بعض الأفراد يعني من عندنا ما قدروا يعني يحصلون على فرصة أنه يتم تمويلهم من قبل هاي المنظمات. بس ورا هاي الجلسة الحوارية اللي هسه احنا شفناها، ورا هذا يعني الكم الهائل من المعلومات اللي استفاديناها من رواد أعمال ناجحين قاموا وحققوا مشاريعهم على أرض الواقع، يعني حسينا أنه أكو أمل أنه مشاريعنا يتم تمويلها وأنه فعلاً أنه نصير رواد أعمال ناجحين بالمستقبل. جتني الفرصة هي عبارة عن لينك شفته بأحد الجروبات، أنا وستي ناس هميش منضمين لهذا الجروب، قدمت عليه وحصلت على الورشة التدريبية، ومو بعدها أنا حصلت على المنحة كانت اللي هي مقدمة من جي آي زد. كلش واقعها وتأثيرها علي بشكل مباشر. ولا يقتصر دور الاتحاد الأوروبي على التدريب فحسب، بل يدفع الاتحاد مبلغ من المال لكل شاب مشارك في ورش العمل لأجل تمكينهم من القيام بمشروع والعمل به في القطاع الخاص. لبرنامج صباح الخير يا عراق، ثامر الشمري، بغداد.